بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، حضورنا الكريم رياسة رياسة رياسة، ما شاء الله، صاحبة التوقيت الأفضل الأجمل على أرضية ميدان ضوء الراشد بن عبد الله بن علي بن يوسف. الله، دقيقتين عشر ثواني، هذا التوقيت المميز حتى هذه اللحظات. النقلة هناك مع شوطنا الثالث اللي انطلق بحفظ من الله ورعايته. يا سلام يا كسابة، راشد بن عبيد بن مصبح بن يولك الكتبي هو المسيطر. أبناء وين بقول هالبحايس، ما شاء الله. النقلة هناك على مياسه لراشد بن المر بن سعيد بن حلوة، بينما اللي في المركز الثالث هنا اللي هي رمزه في المركز الثالث لمسري بن سيب بن واصل المركز الرابع. اللي في المركز الرابع شوي بعيد عن اللي هي الرهوى لمطار بن علي بن يمعه الغنامي. يا سلام يا راعي مياسة، حي هالسير يا بن حلوة، حي هالسير، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ما بغريب عليها السبق، ما بغريب عليها السبق. يا سلام يا سلام، تبغى يطير تبغى يطير، تبغى يتحلق على مدرج هذا الميدان. راشد بن المر بن حلوة الكتبي، بينما اللي في المركز الثاني اللي في المركز الثاني هناك اللي في المركز الثاني ايضا للسيد راشد بن عبيد بن مصبح من يونك الكتبي. المركز الثالث هناك من الجانب الثاني هي كسابة ولا المسري بن سيب بن واس. المركز الرابع بعيد عني، خلني عند مياسة. وصلوك هل 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 هالبحايص، وصلوك هالبحايص، وصلوا هالبطلايب. الله الله، دايم بن يولك يسمي اساميه جميله، اساميه جميله. كسابه هل القرش هل ما ادري شو، اسامي خطيره لامعه. سلام 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 يا بحايص، سلام سلام يا بحايص، سلام. ناديك يا ناديك يا ناديك يا بحايص. هاي لحظات صوره خطنا المركز الثاني، راشد بن المر بن حلوه اجتمع المركز الثالث. ايها الاخوه، هنا المسري بن سيب بن واس، توقيت الزمن دقيقتين و12 ثانيه 88، جزء من الثاني. تهانينا والناموس.